السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نشوف كيفية فك شفرة فودافون 715 عن طريق بوكس سيجما كي. أولا نذهب إلى خيار الكود، ومن ثم ندخل إلى طريق داونلود مود عن طريق الضغط المطول على الأزرار الثلاثة كما في الصورة. هذه هي صورة الهاتف عند دخوله إلى داونلود مود. لكل من واجه مشكلة الدرايفر لهذا الجهاز سأترك لكم رابط تحميل أسفل الفيديو. لنبدأ بمشيئة الله. بعد أن ندخل إلى داونلود مود سيأتي لنا خيار فودافون موبايل كما في الصورة، ومن ثم نضغط نختار موديل الهاتف هو 715، ومن ثم نضغط على ديركت أونلوك وننتظر بعد ثواني. نعم، ستظهر لكم هذه الرسالة. نعم، سننزع الوسم لمدة 3 ثوان، ومن ثم سنغير. نضغط على OK. كما تشاهدون قد تم فك شفرة الهاتف بنجاح. أما عن مشكل الدرايفر لهذا الجهاز فقد بحثت عنه طويلا حتى وجدت هذا الدرايفر. سأترك لكم أسفل الفيديو وأتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو. لا تنسوا أن تشاركونا أسفل الفيديو.